يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي في الله، انتظرونا في رمضان في برنامجكم الجديد نجوم من الصحابة. يتضمن هذا البرنامج سؤال عن صاحب هذه القصة التي تروى لكم. للمشاركة في المسابقة ما عليك سوى التعليق بالإجابة الصحيحة هنا في قناة اليوتيوب، وسيتم دخولك بالسحب على جوائز قيمة توزع في رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله أسلمت للوطن.